أسعد الله ومساءكم موجز لهم الأنباء من التناصح. قدم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مبادرة لحل الأزمة الليبية ووقف نزيف الدم واستئناف العملية السياسية. وتضمنت المبادرة التي طرحها المشري يوم الاثنين إنها المرحلة الانتقالية بانتهاء كافة الأجسام السياسية وتنظيم عملية انتخابية خلال 14 شهرا، إضافة إلى انسحاب كافة القوات المعتدية على العاصمة وفرض حظر طيران حربي على البلاد. قالت غرفة عملية البنيان المرصوص إنها تشارك جميع دول العالم الفرحة بمقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي الذي تسبب بمقتل الآلاف حول العالم. واستنكرت قوة البنيان في بيانها الصادر يوم الأحد شهداء 800 الذين سقطوا دفاعا عن ليبيا في ظل ظروف صعبة. وأضاف البيان إن قوات البنيان تستكمل ما بدأت به من عملية الدفاع عن ليبيا بدحر المعتدين عن العاصمة، موضحين إن ما تقوم به عملية الكرامة هي أعمال إرهابية لا تقل خطورة عن أعمال داعش. تظاهر عدد من المعلمين أمام مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس رفضا لقرارات وزير التعليم وتجاهل مطالبهم. أعداد كبيرة من المعلمين من مختلف المناطق احتشدوا أمام مقر الحكومة وسط العاصمة صباح الاثنين مطالبين بضرورة تلبية مطالبهم المتمثلة في تحسين مستوى المعيشة بما يحقق العدالة الاجتماعية. وعبر المعلمون عن رفضهم القاطع لقرارات وزير التعليم التي أوقفت بموجبها 800 موظف بالقطاع على خلفية الاعتصام الأخير. قدمت وزارة التعليم اعتذارا رسميا لكل العاملين بالوزارة الذين تم إدراج أسماءهم بغرض إيقاف مرتباتهم وهم لا يزالون يمارسون مهنتهم نتيجة لخطأ أو تقصير في جمع البيانات الصحيحة، واضحة إنها فتحت بابا للنظام أو للتظلم وستعمل لتسوية أوضاع المتظلمين. وكان وزير التعليم قد أصدر قرارا يقضي بإيقاف مرتبات ما يقارب 153 ألف من العاملين بقطاع التعليم لعدم وجود ملكات وظيفية لهم. كما نص قرار وزارة التعليم الصادر ليلة أمس الأحد على الشروع في إنشاء لجنة تتولى استقبال التظلمات وتعمل على تسوية أوضاع كل من ثبت إنه ضمن الملاك الوظيفي المعتمد لكل مؤسسة. نهاية موجز دمتم في حفظ الله ورعايته.